الدوار مولاي عزوز جوج مقاطعة النخيل الشمالي، وهذا الدوار هذا راه تنتمي للمجال الحضاري. خويا هذا الدوار هذا تحقرنا من طرف الناس المسؤولين، جاونا عطاونا التزامات باننا غادي ناخذوا بقع ارضيه في المحاميد بالقومي ب 60 متر، وداروا القرعه في الدوار كامل تيهزوا ب 30 ب 60 حتى كمل الدوار كامل. فاش كنسولهم حنا تنعيطوا لهم كنقول لهم باقي ما وصلتناش النوبه، تيقولوا لنا تتوصلكم النوبه وراه غادي نعيطوا لكم. في الاخر تنتفاجئوا حنا واحد الفئه كامله، هاد الناس كاملين اللي كتشوف جمعونا في واحد البلاصه، هو يقولوا لي جاوا الناس المسؤولين هما يقولوا لينا انتم غادي ندمجوكم جوج فساس، وحنا عندنا التزامات ديالنا بحال الناس خوتنا اللي مشاو. وهاد الالتزامات اللي عندنا فاش هضرنا معاهم وقلنا لهم ما يمكنش حنا ندمجو جوج فساس، وهاد الالتزامات اللي عندنا عند الناس خوتنا اللي مشاو، قال لك حنا هاد الالتزامات ما واكلين لكم والو، سيروا طلعوا بهم للمحكمه. خويا علاش بنا نطلعوا بهم للمحكمه وحنا عندنا محالتنا بحال الناس خوتنا اللي مشاو؟ هادشي اللي بغينا نعرفو. وكاينين الناس اللي ما كنعرفوهمش وتعوضوا وصبحوا تيريبوا، ما تنعرفوهمش وما عمرهم شفناهم، تصبحوا تيريبوا وتعوضوا بحالهم بحال الناس الاولين. وحنايا خلاونا حنا عزلونا هاد الفئه وخلاونا حنا من دون الناس، وحنا من ضمن 186 وحنا عندنا محالاتنا، عندنا لوكار ديالنا وداز البلان وكل شيء. كاين اللي ما عندهمش البلان ديالهم، ما عندهمش لوكار ديالهم، وما عندهمش ما دايزينش في البلان وتعوضوا. المشكل هنا دابا هو مولاي عزوز جوج فيها 192 اسره، استفدت 150 اسره، مع العلم هذيك 150 اسره فيها ناس دخلاء على الطوار، ما كيمشيو الطوار استفدوا، وفيهم ناس استفدوا من طواليطات ومن حمامات على اساس انهم ولاد السيكتور، هو ماشي ولاد السيكتور. مراسلات ديالنا درنا المراسلة الأولى للولاية، السيد الوالي استقبلنا السيد الكاتب العام، بينا خشنا الملف ديالنا، عاودنا درنا المراسلة الثانية للسيد الوالي البونت اللي فيها على رأسهم تنفيذ تعليمات صاحب الجلالة، لأنه وصي على الرعية ديالو، حنا من الرعية وطلبنا حقنا مشروع، أنه ما يمكنش تدمجوا 60 أسرة جوج بقعة لا تتجاوز 60 متر. غادي نبقاو يعني المسؤولين على راسهم السيده الباشا قالت لك ما كاين حتى حل، هذا هو الحل، جوج فساس ولا البارتمان تدفع عشرات الملايين عليكم الدوله انتم، وهذا لا يعقل. انا عندي السكن ديالي في دور الصفيح، سيدنا دشن مشروع ملكي في القومي، وهاد الناس هادو داو لهم ناس ما كيستحقوش. ما كنقولوش كل شيء، واحد المجموعه ولا، وحنا درنا شكايه لوزير الداخليه، راه عندنا الرقم ديالها ديال التتبع باش انه يفتح تحقيق لهاد الناس الدخلاء على الطوار اللي داو حق هاد الناس هادو.